وبركاته. المهم حنا اساتذه متدربين فرع ديال الجديده يعني شعبه الرياضيات. اليوم كنتفاجئوا اننا 12 يعني استاذ متدرب اللي ما تعينوش من طرف الاكاديميه الدار البيضاء 16 بسبب اننا ما استوفيناش من الزوقه وحده من اصل ديال 16 من الزوقه اللي طبعا حنا استوفينا 15 من الزوقه بقات لينا غير وحده لانه كنشوفوا ان السيد الوزير انه يعني صدر واحد المذكره اللي هي 02 في الاوائل ديال السنه الدراسيه اللي قرينا فيها. كنتفاجئوا اننا كتمنعنا هاد المذكره من اننا نتعينوا ولا نتكلفوا. فبطبيعه الحال المذكره اللي كتنافى بشكل تام مع النظام الاساسي ديال الاطر الاكاديميه من الزوقه اللي هاد المذكره طبعا اللي كتنافى مع النظام الاساسي ديال الاطر الاكاديميه اللي كينص على اننا واخا ما نستوفوش خاصنا الاكاديميه تعطينا تكليف يعني على ان السنه اللي بعد انها ان نجتازوا هذه المزوقه ونتعينوا بصفه نهائيه. بدينا طبعا باننا يسترجعوا لنا هذيك الدوره الاستثنائيه بالاضافه الى اعاده تصحيح ديال الاوراق ديالنا يعني غادي نستمروا فيها يعني الى تحقيق المطالب ديالنا. سياسه في سابقه من نوعها اننا 12 استاذ ديال الرياضيات اللي ما كتعينش هذا العام يعني بالاضافه الى السنوات المقبله كان يعني كلشي كيستوفي المزوقه خصوصا ان هذه المزوقه لا علاقه لها بالرياضيات يعني ما غاديش نقريوها العام الجاي يعني حنا التخصص ديالنا هو الرياضيات يعني خص يعطيونا الاستدراك فيها اننا نجتازوها وهذا طبعا اللي كينص عليه النظام الاساسي ديال الاطر الاكاديميه. نوجهوا السيد الوزير انه يفتح لنا الحق ديالنا في الدوره الاستدراكيه يعني وطبيعه الحال انه هذيك المذكره اللي صدرات في اول سنه انه يتم الحذف ديالها بصفه نهائيه. فعلا كاين واحد الاستاذ اللي هذا فعلا هذا الامر خصو يتفتح فيه تحقيق لمنصف موضوعي لانه في البدايه شاف الاسم ديالو وبين يعني بين لحظات تغيرت راه باقي عنده اللوائح. شوف استاذ شوف استاذ اللي عنده الاسم ديالو وفرا مشات عين تبدلت اللائحه راه عطينا هذوك اللوائح ويعني فرا مشات عين ما بقاش لقى الاسم ديالو. الافراد اللي حضروا اليوم من اجل المسانده ديالنا في هذا ديال الترصيبات خاصه باساتذه شعبه الرياضيات فوج 2022 الخاص بالجديده بمركز التكوين ديال الجديده. انا المشكل اللي وقعت فيه هو ان اليوم الجمعه مساء بالنسبه لاليس اللي كانت غادا تافيشا في اول مره ملي بغاو افيشيو لاليس كانت السميه ديالها طالعه في حين دازت واحد قرابه تقريبا واحد 3 ساعات بحال مكاك مع ديك العشرة ليلا عاودت افيشات واحد لاليس اخرى كيتم الحذف في اسم ديالي منها. في ديك الساعه ما فهمت والو صراحه جيت شوكيت فهمتي بقيت في واحد الصدمه لمده واحد الساعه وانا كنفكر شنو الخطوات اللي غادي نتابعهم باش نحاول نعلم راي الشعبه او الجهات المعنيه بهذا الامر ولكن ما كانش واحد التفاعل خصوصا من طرف راي شعبه الرياضيات الخاص بمركز الجهوي للدار البيضاء 16 ما كانش واحد التفاعل ما تواصلش معايا مزيان وما كانش تواصل بتاتا في ديك الليله حتى الغد. الغد غادي نتفاجئوا ثاني بواحد المفاجاه كبيره اللي هي عيد العرش لدرجه انني مشيت انا والصديق ديالي مشينا للمركز باش اننا نتواصلوا مع شي واحد اللي غادي يورينا الخطوات القانونيه اللي غادي نتابعوهم باش انني نفند هذا الشيء باش انني المشكل اللي وقعت فيه ولكن ما كانش واحد التواصل خصوصا من طرف المديره اللي قالت لنا اليوم راه كاين عيد العرش وما عنديش حق انني نخرج حتى كلمه واحده من لساني. هذا هو اللي صراحه ضرني في خاطري بحال مكاك وصافي بقات اليوم الاحد بحال مكاك يوم اثنين كنمشيو ثاني كنعاود نمشيو للمركز ما كنلقاو حتى واحد فقط السكيورتي هو اللي كنلقاو كنهضر معانا وكيقول لنا ما كاين حتى واحد كلشي خارج كونجي. جينا الاكاديميه الجهويه للدار البيضاء 16 باش اننا نطالبوا باعاده التصحيح هذه اول حاجه. هذا الشيء ديجا دفعناه للمديريه هنا في جديد ديال الجديده ولكن المدير الجهوي قال لنا هذا الطالب اللي دفعتوه غير كافي خاصكم ضروري ديروا واحد الطالب اخر تدفعوا للاكاديميه هو اللي غادي يكون بدلاله كحجه انكم باش تزيدوا تدعموا المواقف ديالكم باش يتم البت في الطالب بواحد الطريقه ايجابيه. واليوم كنجيو صراحه كنلقاو ان الابواب كما موصده مقفله حتى ان المدير الاكاديمي ما كاينش اللي غادي يهضر معنا ولا النائب ديالو. وهذا هو صراحه دابا حنا درنا واحد الوقفه باش نطالبوا بهذه المطالب ديالنا ونحاولوا صراحه نلقاو شي حل لارضي الطرفين معا. هذا هو اللي كاين.